إذا رأيت واحدة من هذه الأحلام تأكد أنك تعرضت للحسد. إن الحسد هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، وأحيانا قد يكتفي الحاسد بالرغبة في زوال النعمة من الآخرين مثل قلة الرزق وزوال الصحة والسعادة وغيرها. والحسد بخلاف الغبطة فإنها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. ومما هو جدير بالذكر أن الحسد يعد أحد أقوى أسباب التعاسة، وهذه التعاسة لا تقتصر فقط على الشخص الحاسد بسبب حسده، بل قد تصل إلى الرغبة في إلحاق مصائب بالآخرين. ويعتبر الحسد من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثيرين، وتجعلهم دائما يتجنبون الظهور خوفا من تعرضهم للعين كما هو معروف، وقد يلجؤون أحيانا إلى تحصين أنفسهم من خلال بعض الطقوس المتوارثة مثل ارتداء سلسلة ذات الخرزة الزرقاء أو الكف المرسوم بداخله عين وغيرها من الأمور. وقد شهدت الأيام الماضية مناقشات طويلة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وحقيقة ما إذا كانت العين الحاسدة بالفعل قد تؤذي شخصا أم أنها طاقة سلبية لا يمكنها فعل شيء إلا إذا دفعت صاحبها لارتكاب بعض الشرور. حيث ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سبق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإذا وقع الحسد على الإنسان حقا فقد تكون هناك أعراض كالضيق والفتور عن الطاعة والقلق وغيرها، لكن قد يكون في الإنسان مرض فعلا، فينبغي عليه مراجعة الأطباء والأخذ بالأسباب والعلاج، ولا يوسوس نفسه دائما بأن كل ما يصيبه هو من الحسد والعين، ويحرص على دعاء الله تعالى ويحافظ على أذكاره ويتوكل على الله حق التوكل. وهناك بعض العلامات التي قد تخبر صاحبها بأنه قد تعرض للحسد، ومن هذه العلامات هي بعض الأحلام المميزة مثل رؤية الحشرات. تعد رؤية الحشرات من الأحلام المزعجة التي تحمل العديد من التفسيرات السيئة في كتب تفسير الأحلام كوجود مشاكل أو قلق أو توتر. ويقول العسال أن رؤية الحشرات في الحلم وهي تسير من حولك هي إحدى علامات الحسد. وأيضا الحلم بوجود بقع في الجسم والوجه، فمن دلالات التعرض للحسد أيضا وفقا لمفسر الأحلام رؤية الوجه والجسد وقد انتشر فيهما البقع بشكل كبير. ورؤية العيون في المنام هي من الأحلام ذات الدلالات الواضحة، فإذا رأيت في حلمك عيونا كثيرة تظهر أمامك أو تلتصق بجسد أيضا معناه أنك تعرضت للحسد نارا مشتعلة. يقول مفسر الأحلام أيضا أنه من الأحلام الدالة عن الحسد أن ترى نارا مشتعلة عموما أو مشتعلة في منزلك أو في شيء أمامك، أمطار تسقط من سقف البيت. وأخيرا إذا رأيت أمطارا تتساقط من سقف منزلك فهذا معناه أنك تعرضت للحسد.